أهلا بك. منذ أن حكم عبد العزيز بن موسى بن النصير الأندلس في عام 714 ميلادي وحتى إعلان الأندلس كأمارة أموية مع مجيء القائد عبد الرحمن الداخل عام 753 ميلادي، هذه الفترة دعيت عصر الولاة لأنها كانت ولاية من ولايات الدولة العربية مرتبطة إداريا بولاية أفريقيا. خلال عصر الولاة بدأت الإصلاحات في الأندلس وبدأ توسيع رقعتها باتجاه بلاد الغال أو فرنسا، استمرت إلى سنة 732 ميلادي حين وصل الجيش العربي بقيادة عبد الرحمن الغافقي إلى مدينة تور، وقريبا من مدينة بواتيه احتشد جيش الفرنجة بقيادة ملكهم شارل مارتيل أو شارل المطرقة، هذا كان لقبه المطرقة، فحدثت معركة اعتبرت فاصلة بين العرب والفرنجة استمرت 8 أيام انتهت بانتصار الفرنجة. ثم ومن عام 734 ميلادي وما بعده وصل العرب إلى شمال إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، فأرسل ملك الفرنجة شارل مارتيل أخاه ليتفق مع الإيطاليين على مهاجمة العرب، لكن أخيه فشل في دخول المدن الإيطالية، فجاء مارتيل بنفسه على رأس جيش وحاصر المدينة الإيطالية حتى سمح له سكانها بالدخول، لكن شارل مارتيل فيما بعد هزم أمام العرب في مدينة أربونة في فرنسا. معركة بواتيه جعلت في كتابات التعليم الأوروبي معركة فاصلة ذات أهمية لأنها وضعت حدا للغزو الإسلامي للعالم المسيحي على حد تعبيرهم، ونحن نستغرب من دول تدعي العلمانية كيف تطلق هذه التوصيفات الدينية الطائفية بمنتهى السذاجة والسطحية. لا بل ذهب بعضهم إلى أن مارتيل حمل الحضارة الغربية من البرابرة، البرابرة هنا طبعا يقصدون بهم العرب وليس برابرة أوروبا، انقلبت الآية يعني، مع أن مصادر التاريخ في الغرب نفسه اتفقت على وصف أقوام الشمال الأوروبي ببرابرة أوروبا كغوستاف لوبو الفرنسي الذي قال كانت إسبانيا موطنا للفينيقيين والإغريق يعني السوريين العرب، حتى انقض الفاندال والألين والسويف الذين هم من برابرة الشمال على إسبانيا في القرن الخامس ميلادي بعد أن خربوا بلاد الغال، ولم يلبث القوط الذين هم أيضا من البرابرة أن استولوا على إسبانيا في القرن السادس ميلادي وظلوا سادتها حتى جاء العرب. وسخر بعض المؤرخين في الغرب نفسه من هذا التوصيف، ومنهم السويسري بوغن أرزومة الذي قال تحت عنوان خرافة شارل مارتيل، يقول جاك بيرن في الغرب يتزامن ارتقاء الكارولينجيين وهي سلالة شارل مارتيل مع انهيار تام للحضارة. أما أناتول فرانس فقال إن معركة بواتيه تسببت بتراجع الحضارة العربية أمام الهمجية والبربرية الأوروبية. ويقول بوغن إن الروايات التي بحوزتنا هي من وضع رجال الكنيسة، ويذهلني أولئك الكتاب باستنتاجاتهم الحاسمة. في الحقيقة إن أمراء المقاطعات استنجدوا بالعرب لتحرير مقاطعاتهم من سلطة مارتيل، والدليل أن العرب دخلوا المدن الفرنسية دون قتال، حتى أن مرسيليا أظهرت فرحا كبيرا لدى وصول أخبار انتصارات العرب، لكن كتابنا السذج لم يترددوا بتخمين ما يحلو لهم من أحداث، فمارسوا صناعة التاريخ بدل كتابته كما هو، وجعلوا من أنفسهم مصادر لتلك الأحداث المزعومة. فبوشي مثلا خاب أمله بسبب انعدام ذكر الارتكابات العنيفة التي قالوا أن العرب قاموا بها، فلم يتردد في اختلاق جرائم من وحي خياله هو لإلصاقها بالعرب، مع أنه يعترف في موضع آخر بأن شارل مارتيل تحالف مع اللومبارد وهم برابرة من الجرمان احتلوا إيطاليا في القرن السادس ميلادي، فأحرق مدن الغال الفرنسية كما نهب وخرب مرسيليا ودمر وأحرق كل مدن جنوب فرنسا بسبب ترحيبها بالعرب، وعاد اللومبارد إلى بلادهم مغمورين بالأمجاد والغنائم. إذن من الذي دمر مدن أوروبا؟ الأمر واضح. في الواقع يكمل بوغن ويقول إن معركة بواتيه لم تكن ذات أهمية حقيقية، فقد كان باستطاعة العرب مواصلة توسيع سلطانهم في باقي أنحاء أوروبا لو أرادوا ذلك، لكنهم فضلوا الحدود الآمنة مع البرابرة وانصرفوا إلى تمتين هذه الحدود لتكون محمية من غزوات البرابرة الفرنجة بدلا من ملاحقتهم. أما شارل مارتيل الذي صورناه كمنقذ للمسيحية فقد جعلناه صليبيا قبل الأوان، لكنه كان في الواقع مجرد همجي يغتبط بالدمار ولا يتورع عن نهب أي مدينة، وهذا كان شغله الشاغل. فهل كان يقاتل للدفاع عن العقيدة المسيحية كما زعمنا؟ كلا ثم كلا. في الواقع فإن هذه المطرقة مارتيل لم يقاتل السكسون والعرب الموريين فقط، لكنه كثيرا ما سحق المسيحيين الصالحين، وكان سكان غاليا أو فرنسا يخشونه أكثر من العرب،
حتى بوشيه نفسه اعترف وقال إن مارتل كان يسيء إلى الأساقفة ويتصرف بأملاك الكنيسة خدمة لمصالحه الشخصية ويمنح عائداتها لقادته. وهذا ما أكده أيضا المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبو الذي قال إن العرب بعد معركة بواتيه بقليل استردوا ما استولى عليه مارتل وأقاموا بفرنسا قرنين بعدها ووصلوا إلى الألب وسويسرا وبقوا فيها. والحقيقة أن انتصار مارتل في بواتيه لم يكن ذي أهمية كما زعم المؤرخون، لكن العرب بعدها قرروا عدم التوغل في شمال أوروبا. لكن لنفترض أن العرب لم يجدوا جو الشمال باردا وماطرا وأرادوا الإقامة فيه، فماذا كان سيحصل؟ كان سيصيب أوروبا البربرية المتنصرة ما أصاب إسبانيا من الحضارة الزاهرة، وكان سيحل التمدن محل الهمجية. ولو كان تحقق ما خطط له موسى بن النصير لأنقذ أوروبا من انحطاط القرون الوسطى الذي لم تعرفه إسبانيا بفضل العرب. هي أبرز الكنوز الفكرية والعلمية التي مد بها العرب العالم في حقبة القرون الوسطى التي تعتبر العصر الذهبي لحضارة العرب بعد الإسلام؟ تقول الباحثة والأكاديمية المتخصصة الألمانية زيغريد هونكي إن ذكر زمن كان العرب فيه رائدي شعوب الأرض في الحضارة والتجارة ومانحي بلاد الغرب الفقيرة من بضائعهم التجارية وكنوزهم الفكرية لا تزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة. لقد كانت أوروبا غارقة في الظلام والجهل، وكانت الكتب على ندرتها تربط بالسلاسل ويحتفظ بها في الأديرة، وأوصدت الكنيسة الرومانية الباب أمام العلوم والكتب. لكن مع العرب بدأ ربيع جديد مفعم بالحياة بعد شتاء طويل قارس. جيربرت هو أول رجل في الغرب استخدم الأرقام العربية ونقلها إلى الأوروبيين بعد أن حدثه هاتو أسقف برشلونة عن الأمراء العرب المسلمين المولعين بالعلوم والآداب. وكان هاتو مسحورا ببلاط الحكم الثاني أمير الأندلس وبجمال وسحر قرطبة، وحدثه عن الأساقفة والقضاة المسيحيين في قرطبة الذين يلبسون ويتحدثون ويتصرفون كالعرب ويجيدون الرياضيات وعلوم الطبيعة مثلما يجيدها كبار أساتذة الجامعات المسلمين. وهكذا جاء جيربرت إلى إسبانيا وتعلم على أيدي العرب. وكان الخوارزمي هو الذي عرف الغرب بعلم الجبر والرياضيات والحساب وحل المسائل المعقدة في الرياضيات بشكل قاعدة حسابية ما تزال تحمل اسمه الألغوريثم أو اللوغاريتميات، وهي الخوارزميات في الأصل. أما كلمة زيرو أو زفر بالألمانية فهي الصفر العربية نفسها. كذلك جاءت كلمة شيفرة من الصفر، وهي لغة التشفير أو التصفير أي الترميز عن طريق إدخال رقم الصفر. وفي عصر الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون صاغ العرب كل أسماء النجوم والكواكب، بل تعدوا ذلك إلى الرموز والأشكال الفلكية أيضا. وفي هذا الجو العلمي نشأ أولاد العالم العربي موسى بن شاكر بين الآلات الغريبة النادرة وهي المراصد الفلكية وآلات التلسكوبات، وكانت أهم المراصد في بغداد ودمشق. وبرع أحمد بن موسى بن شاكر في علم الميكانيك، وهي كلمة عربية أيضا من الإمكان والإمكانية، وصارت ماكينة ومشين في اللغات العالمية. لاستخدام التقنية وهي أيضا كلمة عربية وصارت تكنيك. فمن الواضح أن العرب برعوا في الميكانيك، فبالإضافة إلى صناعة الساعات الغاية في الدقة وطواحين الهواء والماء والطابعة والصواريخ والحراقات أي السفن التي تعمل بالوقود، فإن العرب كذلك توصلوا إلى اختراع الآلات الأوتوماتيكية. وهذا نجده واضحا من خلال ما ذكرته زيغريد هونكي أن أحمد بن موسى بن شاكر كان تكنيكيا أعجوبة، وكان من ضمن الذين اهتموا بالتركيبات ذات الغاية وبالآلات المتحركة تلقائيا. أليست هذه الكلمة الآلات المتحركة تلقائيا هي الترجمة الحرفية لكلمة أوتوماتيك أو أوتوموبيل؟ وبالمناسبة فإن العرب هم أول من اخترع السيارة وليس كارل بينز كما تدعي المركزية الغربية التي ألصقت بالاختراعات العلمية العربية أسماء غربية كما أكدت هونكي. واخترعوا الطيارة أيضا، إذ نقرأ في كتاب لابن العبري والذي يعود زمنه إلى القرن الثالث عشر ميلادي. في زمن الخليفة العباسي القاهر حضر علي بن بليق
وهو ابن الحاجب يريد الخليفة، لكنه منع وشتم فألقى نفسه إلى طيارة وعبر بها إلى الجانب الغربي واختفى من ساعته. ونتذكر هنا أيضا قول ويل جورانت عن العالم العربي ابن فرناس بأنه اخترع الآلة الطائرة. وفي زمن عضد الدولة اشتهر ابن الأعلم علي بن الحسين كعالم بعلم الهيئة وصناعة التسيير. لاحظوا هذا المصطلح صناعة التسيير، ألا نشعر أننا أمام صناعة السيارات؟ وإلا ماذا تعني هذه العبارة صناعة التسيير؟ استفهامنا يزول حين نجد كلمة السيارة بكل وضوح في قوله وهو يصف الخليفة المستنصر بالله في بغداد أنه كان لا يمضي يوم إلا ويركب في السيارة ويأتي البستان الذي يحيط بمدرسة المستنصرية يتنزه فيه. أي سيارة هذه التي كان يركبها الخليفة العباسي؟ هذا يبقى في قلب لصوص العلوم من الأوروبيين الذين استولوا على المخطوطات العلمية العربية وألصقوها بأنفسهم طمعا بالأرباح التي يحصلونها من جراء بيع هذه الاختراعات إلى الصناعيين والمستثمرين. حول المزيد من إنجازات الحضارة العربية تحدثنا الأستاذة أسمهان جعفر. في مجال علم الفلك كما ذكرنا أن العرب قد درسوا حركة الأجرام السماوية وقاموا أيضا بدراسة ظهور حركة التنجيم وقدموا الكثير كالمراصد الفلكية وغيرها، ولكن هنا لابد أن نتحدث عن عباس بن فرناس. عباس بن فرناس هذا الرجل الذي اهتم بالفلك، والعرب بشكل عام اهتموا بالفلك للسماء الصافية التي كانوا يتمتعون بها ولحاجاتهم المعرفية، وقالوا أيضا لحاجتهم بتحديد مواعيد الصلاة وتحديد جهة القبلة. المهم أن عباس بن فرناس هو الرجل الذي قام باختراع بعض الآلات كالميقاتة وغيرها، وله الفضل الكبير في اختراع القبة السماوية. القبة السماوية هذه القبة التي وضعها في رسمها على سقف بيته، فكان الطلاب العلم يأتون إلى بيته ليس فقط لطلب الطب، لطلب العلم في مجال الطب، بل أيضا من أجل أن يروا هذه القبة السماوية الرائعة التي اعتبرت لوحة عجيبة من العجائب، إذ أنه مثل هيئة السماء تماما وكأنه في الواقع، حتى أن الشعراء ومعاصري كتبوا القصائد الرائعة وقالوا أن حركة النجوم والغيوم وكأنها حقيقة. إذن فكرة القبة السماوية التي أخذتها أوروبا كانت فكرة عباس بن فرناس. عباس بن فرناس أيضا لولعه بعلم الكيمياء اهتم بصناعة الزجاج، وخاصة أنه قام بصناعة الزجاج من الحجر والرمل، وطبعا تعرفين أن الحجر والرمل بمقدور أي إنسان الغني والفقير أن يستخدمه، فازدهرت هذه الصناعة بشكل كبير جدا في الأندلس. ولن ننسى أبدا فضل عباس بن فرناس في محاولته للطيران، فعد أول رائد للفضاء، أول رجل طائر يحاول الطيران. الكثيرون لم ينكروا فضل عباس بن فرناس في هذا المضمار، فلاحظي أن الطوابع البريدية في ليبيا طبعت وصورت صورة عباس بن فرناس وهو يحاول الطيران. في بغداد وضعوا له تمثالا، وتكريما له أيضا سميت فوهة قمرية باسمه، وأيضا سموه رائد علم الفضاء. إذا انتقلنا الآن إلى جمال فن البناء العربي. فن البناء العربي هذا الفن الرائع الأصيل الذي امتزجت فيه الزخرفة والنقش والرسوم الرائعة والجميلة في مبان عظيمة تمثلت في قصور ومساجد ومنارات وغيرها. جامع قرطبة الكبير وبعض المباني في إشبيلية كانت تعد من آثار الدور الوسيط في فن البناء العربي. أيضا هناك منارة إشبيلية، لعبة الهواء كانت تسمى، هي أيضا آثار الدور الوسيط في فن البناء العربي. ولكن
لن ننسى قصر الحمراء في غرناطة ومدينة الزهراء التي وصفها الإدريسي عندما قال أنها مدينة فوق مدينة، وأن عدد أن أعمدة الرخام الموجودة فيها قد بلغت 4313 سارية استقدمت من بلاد قرطاجة وتونس. أيضا هناك جامع قرطبة الكبير، وهذا الجامع يعد من عجائب الدنيا. مدينة أيضا مدينة إشبيلية، مدينة إشبيلية وطليطلة. طبعا هذه المدن جميعها تميزت بحصونها وأبراجها وأبوابها، أهمها كانت طبعا باب الشمس التي عرفت بها. هذه الحضارة العربية عندما كان المستعربون في أوروبا في الأندلس يقومون بنقل وترجمة المؤلفات الكثيرة والكبيرة، لم تعرف العصور الوسطى هذا الانفصال الجغرافي، فقد عاش المسلمون والمسيحيون إخوة متحابون يسود بينهم جو التسامح والمودة. كانوا يعني يشاهدون في قرطبة الحاخامات إلى جانب القص الخوري إلى جانب درج الدين المسلم. نعم نعم. إذن نعم، الحضارة العربية ليس لها أي طابع عرقي، فهي تتعامل مع الجميع بسوية واحدة، وهي تحاول دائما تقديم ما يسعد الإنسان. حضارتها هي حضارة الإنسان. الحضارة العربية الإسلامية، قالت المستشرقة الألمانية زيغريت هونكا، قالت له عمل إنقاذي كبير، له تأثير كبير في العالم. لوبون قال أن الحضارة لو حذف العرب من التاريخ لتأخرت حضارة أوروبا قرونا عدة. الكثيرون قالوا لولا الشريف الإدريسي لما وجدت علم الجغرافيا أصلا في أوروبا. الكثيرون قد أنصفوا وأعطوا حضارتنا حقها، ولكن مع ذلك هناك البعض من حاول تشويه هذه الحضارة، لم ينقل الأمانة العلمية، لم يوثق ما ينقله باسم العرب. هؤلاء طبيعي أن نقف موقفا صارما تجاههم، ونحاول نحن، أجدادنا قدموا الكثير، فعلينا نحن على عاتقنا أن نضحض هذه الأفكار التي شوهت. طبعا هم شوهوا لأنفسهم ولم يشوهوا لحضارتنا، فهذه الحضارة ستبقى شامخة ساطعة، وسيقوم أبناؤها من جديد، هذه الأجيال الجديدة الصاعدة سيقومون بحمل لواء هذه الحضارة مرة ثانية، وسينهض مرة ثانية، ويملأ الأرض شرقا وغربا بكل المنجزات والقيم الإنسانية الرائعة. قول زيغريت هونكا، نحن ما زلنا حتى يومنا هذا نقف مذهولين بإعجاب ودهشة كلما رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية وما يرافق دقاتها من ظهور شخوص صغيرة متحركة تذكرنا بما صنعه العرب في الماضي البعيد. أما ابن الهيثم فهو أول من اخترع نظارات القراءة ذات العدسات، وسيطرت نظرياته في الفيزياء والبصريات على العلوم حتى أيامنا هذه، وتحدث عن انعكاس وانكسار الضوء وقوس قزح. إذن ليس إسحاق نيوتن من شرح ظاهرة تشتت الضوء إلى ألوان الطيف السبعة. أما حول علم الطاقة فإن مخطوطة عربية من عام 1000 ميلادي تعود لطبيب قيرواني هو علي بن سليمان، تحدثت عن أن الأجسام تنقسم انقساما يقف عند حد معين تقف بعده أي عملية تقسيم، وهذه هي الذرة بمفهومنا اليوم. أما البيروني فهو قال بحقيقة أن الأرض تدور حول نفسها. أما الكندي فله كتاب حول توقعات الطقس وعلوم المناخ. أما أول من بنى سد على نهر النيل فهو العالم العربي الفرغاني. أما الكندي أيضا فهو مفسر الجاذبية وله كتاب بعنوان الأجسام الساقطة من أعلى، ووضع قوانين الانجذاب والسقوط. إذن يبدو أن إسحاق نيوتن حين صرخ وجدتها بعد سقوط التفاحة وزعم أنه اكتشف قانون الجاذبية، يبدو أنه في الحقيقة وجد المخطوطة العربية التي تتحدث عن قانون الجاذبية. أما القانون الرياضي المعروف بقانون ذي الحدين والذي ادعى نيوتن أنه من اكتشفه أيضا ودعي قانون نيوتن، ففي الحقيقة إن العالم العربي الكرخي هو من أوجده في القرن 11 ميلادي، كما أوجد القانون الذي نسب لباسكال أيضا. عندما أحرجت الهيئات العلمية في الغرب بهذه الحقيقة لم تصحح القانون إلى قانون الكرخي،
لكن دعوه قانون الكرخ نيوتن. لماذا؟ هكذا لابد من حشر اسم أي أوروبي في إنجاز ليس له فيه أي فضل. أما ابن رشد فهو الفيلسوف الطبيب والقاضي الذي آمن بإطلاق الفكر والعقل وبإخضاع كل شيء إلى المنطق العقلي، وكان له مدرسة في الفكر في الجامعات الأوروبية ساهمت مؤلفاته بشكل كبير في تحرير العقل الغربي من الجمود والظلامية. ماربية، قرطبة، إشبيلية، غرناطة، طليطلة، الزهراء، رصافة الأندلس، تلك المدن الأسطورة التي ارتبطت بمجد سوريا والعرب. السيدة الفاضلة سلمى الحفار الكزبري وصفت هذه المدن قائلة: ماربية هذا المنتجع الجميل الذي شيدت فيه مجموعات سكنية على الطراز الأندلسي العربي، تتوفر فيها الحدائق الجميلة والملاعب الرياضية المتنوعة والفنادق الفخمة، محصنة بقلعة كبيرة شيدت في عهد الخلافة الأموية لقرطبة وأسوارها ذات طابع عربي، وبنى العرب فيها 22 برجا بأشكال متنوعة، وما تزال تحتفظ لنا بأسماء عربية في أزقتها وقراها وأنهارها. وإن من يطوف اليوم بمدن إسبانيا العربية يستجلي في الحال السمات العربية، ومن يشاهد آثارها الباقية يكتشف البصمات السورية الدمشقية الظاهرة فيها. ولم يبالغ الشاعر أحمد شوقي حين قال: لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولما زهت ببني العباس بغدانه. كما نلحظ اعتزاز الأندلسيين بالدم العربي الذي يجري في عروقهم، لأنه كما يقولون دليل على عراقة منبتهم. ولا أبالغ حين أقول أن الإسبان الذين ما زالوا يحملون كنا عربية فخورون بالانتساب إليها. ويقول المؤرخ رامون بيدال: توجد في اللغة الإسبانية آلاف الكلمات العربية، ومنها أولي حين إعجابهم بشيء ما، وهي الله نفسها التي يرددها العرب إعجابا. أما الطراز العربي في بناء المدن والقرى الأندلسية فلا ريب أن الحارات وبيوتها تذكرنا بالبيت العربي في دمشق القديمة. أما أسواق الأندلس فإن أول ما يلفت النظر في سوق طليطلة القديم عبارة بالإسبانية تقول داماس روينوس، أي مصنوعات دمشقية. أما فن العمارة والزخرفة فحمله العرب معهم من دمشق وحمص إلى القيروان وفاس وسبتة في المغرب وإلى الأندلس. ولقد بقي الفنانون العرب في إسبانيا وهم الذين أبدعوا ما دعاه الغرب بالفن القوطي الذي ظهر في الكنائس والأديرة والقصور، وهذا ما أكده الدكتور خوان فيرني. أما الموسيقى الإسبانية والفلامينغو خاصة فهو نوع من أنواع الموسيقى العربية ورقصاتها التي صدحت في الأندلس على مدى 10 قرون. فنجد نصا لمؤرخ هو غريغوريو مارانيون عن أسرة من غرناطة بعد خروج العرب ب100 سنة، يصف فيه ربة البيت كسيدة موريسكية نبيلة من سلالة بني أمية، كانت رائعة الحسن، جذابة الحديث، بارعة بالعزف على العود والغناء والرقص العربي والإسباني. الموريسكاس بالمناسبة هو الاسم الذي أطلقه ملوك الكاثوليك على العرب المسلمين الذين أجبروا على التنصر وبقوا في إسبانيا، وسنتحدث لاحقا عن هذه المرحلة. موريسكاس هي بالأصل كلمة سريانية عربية، إذ أن 80% على الأقل من اللغة اللاتينية عربية كما تؤكد الدراسات. وموريسكاس تعني آتينا من البحر، لأن مر تعني ماء مالح بحر، ومنها جاءت لاميغ بالفرنسية وباللاتينية بمعنى بحر، ومارينا ميناء بحري، والمارينز هي القوات البحرية. أما الموشحات التي ينشدها المطربون الجوالون التروبادور فهم العرب أنفسهم، فكلمة تروبادور عربية هي الطرب الدوار أي المطرب الجوال. أما كتاب الحب الطيب لأسقف أبرشية هيتا فهو في الحقيقة مأخوذ عن كتاب طوق الحمامة
للشاعر العربي ابن حزم، حيث يصف فيه الحب وأنواعه ومعاناة العاشقين. أما الفروسية وآدابها فلم تعرفها أوروبا قبل مجيء الفرسان العرب الشعراء الذين نشروا قصائد الحب الملتهب ونزع التقديس المحبوبة على نحو لم يكن معروفا سابقا في الغرب. ولا يمكن المرور بحضارة شعب من الشعوب دون التوقف عند معايير الحضارة التي تتجلى في الفنون والقيم الإنسانية والتعامل مع المرأة. والحقيقة فإن أكثر شعب اكتملت لديه مواصفات الحضارة ومعاييرها واجتمعت فيه هم العرب. فالعرب جمعوا بين القوة الفروسية وأركان الحضارة من علوم ومهارات وحرف، كما حافظوا على القيم والفنون واحترام المرأة وحبها وتقديرها. والعرب هم الوحيدون الذين كان منهم أباطرة نساء وملكات وفارسات وقائدات جيوش. وهم الشعب الذي أطلق أغاني الحب وقصائد الغزل، واشتهرت الثنائيات التي اعتبرت رمزا للحب والفروسية كعنترة وعبلة وقيس وليلى وابن زيدون وولادة، هذين العاشقين اللذين كرمت ذكراهما الحكومة الإسبانية بنصب تذكاري لهما في قرطبة حيث كانا يلتقيان، وخلدت قصة حبهما الشهيرة، وهي ولادة سليلة بني أمية الجميلة في قرطبة وصاحبة المنتدى الذي كانت تجمع فيه ألمع الأدباء والمفكرين، وهي التي قلدتها نساء الأرستقراطية الأوروبية فيما بعد بما عرف بالصالونات الأدبية. وقعت ولادة بحب الشاعر ابن زيدون الذي هام بها حبا، وكانا يعبران عن حبهما في قصائد كالعرب. وبقي ابن زيدون حتى بعد سجنه لأربعين عاما مخلصا لحب ولادة ابنة الخليفة المستكفي التي كانت تساجل الشعراء وتتنافس معهم، وكانت تطرز بالذهب على ثوبها: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها، وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها. أما ابن زيدون فأنشد لها في مدينة الزهراء الأندلسية: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ووجه الأرض قد راقة، وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. كما أنشد لها بعد الخلاف والافتراق الذي دام أربعين عاما بسبب خلافات عائلية: أضحت تنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا، ولم نتقلد غيره دينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا أن طالما غير النأي المحبين. حين سمعت ولادة بهذه القصيدة ذهبت إلى حديقة القصر في قرطبة حيث كانا يلتقيان دائما، فوجدته هناك وحضنته وفارقا الحياة معا. ألا تذكرنا هذه القصة بقصة روميو وجولييت التي كتبها شكسبير بعدهم بستة قرون؟ حين كانت الحضارة السورية والعربية تشع على الغرب من الباب الأندلسي، كانت الدولة العربية في المشرق تتلقى الضربات وتعاني من ضعف الدولة المركزية في بغداد. وتحدثنا عن الأسباب والنتائج بدءا بتسلط قادة الجيش الأتراك، مرورا بالبويهيين الفرس، ثم جاء الترك السلاجقة. من هم السلاجقة وكيف حكموا الدولة، وما هي أهم مظاهر الحكم السلجوقي والأحداث التي شهدتها البلاد معهم؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.